سلام إخوتي وأحبائي، بحب أشارككم عن خدمة لحظات أبدية. إحنا في خدمة لحظات أبدية نحاول نقدم أفضل البرامج من ناحية الإيمان المسيحي، بنقدم البشارة بأساليب مختلفة حتى توصل ببساطة لكل عربي. عنا رؤية اللي هي رؤية أكبر مننا، إنه نمسك في دعوة الرب، إنه نحمل الإنجيل لكل العالم من داخل الأراضي المقدسة. أنا بعتبر نفسي بالفعل أنا عايش حلم أكبر بكتير مني، بتبع هذا الحلم لأنه الرؤية هي ضخمة، إنه أحمل رسالة الله، محبة الله من خلال الإنجيل، الرسالة البسيطة إنه الله أحب الإنسان لدرجة إنه بذل ابنه الوحيد المسيح يسوع على الصليب ودفع ثمن خطايانا. لكن القصة ما بتوقف هنا، يسوع المسيح قام من بين الأموات باليوم الثالث، انتصر على الموت، أعطى حياة أبدية، رجاء للإنسان، أي إنسان يؤمن بيسوع المسيح بكونه المخلص كما المسيح قام من بين الأموات. هذا رجاءنا إنه أنت كمان سوف تقوم. كمان بصفحة لحظات أبدية بتشوفوا شهادات لناس من خلفيات مختلفة، مثل مسيحيين اللي كبروا في عائلات مسيحية ولكن منعزلة عن الإيمان والقواعد الحقيقية للإيمان المسيحي، ولكن اختاروا النصيب الصالح، آمنوا في المسيح كرب لحياتهم وحياتهم اتغيرت كليا، حبوا إنه يشاركوا هذا الاختبار مع الجميع. كمان بتلاقوا بالصفحة من مسلمين اللي اختبروا قوة الإنجيل وكيف حياتهم اتغيرت من مكان إلى مكان آخر، وكمان حصلوا على فهم وإدراك روحي عن بنوية المسيح، عن إلوهية المسيح، عن معنى صلبه موته وقيامته من بين الأموات. اختبروا الغفران، اختبروا كيف يعني الإنسان يحب ويبارك. منشوف كمان فيديوهات اللي هي ليهود اللي اختبروا نعمة المسيح. كل يهودي اليوم نشأ في بيئة رافضة كلياً للمسيح يسوع، ولكن منشوف كمان كيف اختبروا من خلال الإنجيل عن كون يسوع إنه هو المخلص الموعود من الكتاب المقدس. فينا سلسلة ترانيم بين عرب ويهود وكمان في اللغة الإنجليزية. منقدم كمان برامج دفاعيات، نأخذ الأمور المغلوطة تجاه المسيحيين أو اتجاه الكتاب المقدس، نشرح عن موقف الكتاب المقدس من خلال العديد من الفيديوهات اللي بتحكي عن طبيعة المسيح، عن مكان ولادته، عن أهمية صلبه وموته وقيامته. احنا بنؤمن بحسب الكتاب المقدس انه يسوع المسيح هو شخص أزلي أبدي، ومن ناحية تانية كمان نؤمن انه هو ابن الله، وكمان نؤمن انه يمتلك طبيعة إلهية كما امتلك طبيعة من القديسة مريم طبيعة بشرية. هذا مش اختراع بشري، ولكن نشرح النبوات اللي جاءت في التوراة وبكتب الأنبياء. ففي صفحة لحظات أبدية بتلاقوا أكثر من 150 فيديو. في عنا هناك بالفعل غنى من ناحية المادة اللي منقدمها على صفحات اللي هي الإنستغرام، يوتيوب، فيسبوك، وكمان في التيك توك. أنا بشجعكم اتابعوا الفيديوهات، أنا هؤمن وبثق إنه في بتحمل الفيديوهات إفادات كتيرة وبتوفر أجوبة لكتير أسئلة. مش الهدف اتابعوا فقط لحظات أبدية، ولكن الأهم إنه اتابعوا المسيح الواهب الحياة الأبدية.